أهلا بكم أعزائي المشاهدين في بنا فود، معكم شيف طارق. اليوم نقدم لكم حاجة جديدة، وشن هي؟ سي لو بان، خبز. يراكم دي فوا تخليوه في الدار، ماشي مليح تعملوا خبز، نحكموه نقطعوه خبزة عادية، نخدموه ديروه ان كيك، شغل ان كيك داخل الفرن، يطيب هو صالي، حاجة سهلة رابيد إفيكاس، كل حاجة سهلة، ما عندناش بزاف. شوفوا واش عندنا في المقادير تاعنا، عندنا باتي دو فولاي، مرتديلا، أي حاجة عندكم في الدار تقدروا ديروا بها، بولي، بيونداشي، لحم الدجاج، أي حاجة لوراس اللي عندكم تقدروا تخدموا به. عندنا فرماج، عندنا هنايا أربعة بيض، وعندنا زوج صفار تاع بيض، تسمى نديروا بها أباراي أكيش، خدمناها ديجا ونعاودوها. قلنا أربعة بيض وزوج صفار، عندنا ملح، فلفل كحل، جوزة الطيب، وعندنا الخبز تاعنا ولا كريم فراش حوالي 500 مليلتر. نبداو على بركة الله. الحاجة الأولى اللي نبداوها هي نديرو لاباراكيش تاعنا. لاباراكيش هذه خدمناها ديجا. نديرو نحط هكذايا، هاهي شوفوا كيفاش، حاجة سهلة. واش ندير؟ وحدة هكذا وندير.
سهل ماشي صعيب قاعدي، قلنا غير سهل معنا ان شاء الله. ها ماشي حاجه صعيبه قاع. ها شوفوا كيفاش حطوا داخل الفرن هنايا 190 درجه، 190 درجه حوالي 20 الى 25 دقيقه، من بعد كيطيب نعاودوا نقولوا لكم.